يقول اقرب شخص لك من الشباب وعلي بس عشان شو اقرب شخص لي من الشباب كاميرا عشان اوضح او يوضح الرياكشن حق والله كلهم قريبين يا انتبه الكاميرات لان نحتاج الرياكشنات هذا يقول لك اقرب شخص من الشباب سريع اسرع شيء غيري انا حبيبي الكل قريب انا خليني على اخر واحد والله الكل قريب ما اقدر اقول لك شخص واحد الكل قريب من هو اول واحد الكل قريب في واحد والله في واحد يعني حن هذا اللي حاطك في المقدمة ولا هذا اللي هو اللي هو هاشم ولد عمي مساء الله بالخير لا البرنامج أقرب شخص لك في البرنامج لا في البرنامج ما أقدر لا عمر عليك والله واحد أكيد في واحد نفس جوك يعني أنا مثلا يعني هيثم نفس جوي مثلا إيه؟ فأكيدني بحب هيثم وبخليه يعني فهم يعني هالدنيا هذه كلها هل هل كل الناس اللي يصلحون لك نقد نكذب على انفسنا فيها نقول احنا ما ادري وشو يعني احنا ضاقت الاماكن تغطي على الكاميرا عشان تقطع في عندك قال جبل الا والله غفا يسدد على وادم كاميرات رياكشن هذا وين شوف الجبل نجوميه هذه اللقطه كفو اللقطة هذه قد توصلنا العالمية انت تمنعني منها يوم الخميس لا قاعد تتابع قطع بدر لا تهرب من سؤال منهم والله انهم واجد فيهم منهم صقري فيه الحركان فيه تركي موسى صقري حلو صقري ايه؟ اول واحد العزيز على بدر البدر صقري بس يعني اقول بدر واحد راح يشوف نهائي شوف حبيبي فيه الصقري فيه الحركان فيه تركي موسى فيه عاد الشباب ترك الموسى برضه يعني البدن الان نشوف ثنائيه جميله مع الصقري لا ثنائيه ولا شط انشاب يا الصقري انشاب يا الصقري حبيب قلبي وين قاعد فيه